هاي منطقة كعامة منطقة بادوش قرية الشهيد عدنان. طبعا سكان هاي القرية يبلغ تقريبا من 350 إلى 400 بيت. معاناتهم لا تعد ولا تحصى من ناحية الطريق اللي هو يربط مركز بادوش بالقرية، القنطرة قصدي، القنطرة، وبالإضافة إلى الطريق، اتصال الطريق بالقنطرة من فصل الربيع ولحد الآن. السيارات تعبر بطريق نيسمي غير صالح للعبور. مرات يعني مثل ما شفتوا بالتصوير اكثر السيارات يعني توقف، طريق موحل، طريق بالاضافه الى بي مي زين. الطلاب الموظفين، معاناه الطلاب، انا احكي لك، انا مدير ثانويه بادوش، يعني احنا بالمنج بالوحل نخلي تكرم بالحذاء ما لنا علاقات، على ما نعبر القنطره ذب العلاقات ونروح للدوام. هاي معاناتنا صار يعني سنتين ثلاثه اربعه احنا هيك من القنطره هاي انشالت. روح القيم المقاميه، بعدوش تابع القيم المقاميه، مركز ناحيه ما بيها اي خدمات، ما جات تجي من القيم المقاميه، ماكو يعني من 2003 لحد الان شارع ما تبلط بها بعدوش. معاناتنا هذا الدرب ما بقى مسؤول بمحافظه نينوى وما اجى به. قبل فتره صارت فاتحه هنا الشيخ عبد ربه، وجوا كلهم من هذا الطريق، عقائد، عمليات، محافظ نينوى، نواب برلمان، نواب محافظة، كلها فات عبرت من هاي التحويلة. وهذا الكتب راح أبلط، وهذا بس تقوى قدا. لليوم هذا ما حد وصل للقنطرة ولا حد سوى لنا طريق للقنطرة. هذا هسه الدنيا صيف وهذا الماي شافت عينكم، احنا جاي نعبر بالقوة. زين بعد باكر بالشتا شلون؟ من هو يقبل من المسؤولين أمه أو زوجته أو أخته تجي تعبر من هنا، وواحد يقودها تا ينزلها، واحد يصعدها تا تعبر. خلي يشوفون هاي المعاناة ويشوفون هاي البهدلة مال العالم.